بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى إمامنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله يغفر لي ولكم الله. Thank you.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مرة بعد مرة يقوم حاقد من الحاقدين على الإسلام، وعلج من العلوج اللئام، باستهداف أحد رموز الإسلام كاستهداف كتاب الله بالإحراق أو الإهانة أو الازدراء، أو استهداف سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم بصنف من صنوف الازدراء والإهانة. وابتداء قد تقرر عند المسلمين كما نقله عالم سبتة ودفين مراكش القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، أن العلماء أجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشيء منه، أو سبه أو جحده أو حرف منه آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك، فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. هذا ما قرره علماء المغرب وعلماء المشرق، علماء المالكية كما علماء سائر المذاهب. عباد الله، تحمل العاطفة فئاما من المسلمين على وعبر وسائل التواصل الاجتماعي على استنكار هذه الأفعال الشنيعة عبر مشاركتها، فنقوم من حيث لا ندري ولا نستشعر بالدعاية لهذه الأفعال. والحق أنه ينبغي أن يستنكر هذا الفعل دون أن نقوم بمشاركة الصور ولا المقاطع المرئية ولا ذكر اسم هذا النجس الأرعن الفاسد المنحرف المنحط الذي تجرد من كل أوصاف البشرية وأوصاف الإنسانية، فضلاً عن أوصاف العاقلين، فضلاً عن أوصاف المسلمين. لا ينبغي أبداً ولا يسوغ أن ننشر الباطل بدعوى التحذير منه، ولا أن نشارك المنكر، فإن ذلك فيه إشهاع لهؤلاء النكرات الذين لولا فعلهم ونشر المغفلين من أبناء المسلمين ما انتشر صيتهم ولا ذاعت أسماؤهم ولا عرفهم الناس في بلدهم.
أصقاعها. عباد الله، ماذا عساهم يفعلون؟ ماذا عساهم يفعلون؟ فإن القرآن محفوظ بحفظ الله، فإن القرآن محفوظ بحفظ الله، وقد أعلى الله سبحانه وتعالى قدره. ذكر العلامة ابن الجوزي في تاريخه عن يحيى بن أكتم قال: كنت عند المأمون قبل أن يتقلد الخلافة يجلس للنظر، وكان يجلس للنظر، فدخل عليه يهودي حسن الوجه طيب الرائحة حسن الثوب، فتكلم اليهودي فأحسن الكلام، فلما انفض المجلس دعاه المأمون فعرض عليه الإسلام، قال: أسلم وأصنع لك يعرض عليه المكافأة. فقال له هذا اليهودي: ديني ودين آبائي فلا تكشفني. فتركه المأمون. فلما كان من العام القادم بعد حوالي سنة رجع هذا الرجل اليهودي وهو مسلم، فتكلم في الفقه يقول يحيى بن أكتم فأحسن الكلام. فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال: ألست صاحبنا؟ ألست اليهودي الذي كنت معي في العام الماضي؟ قال: بلى أنا هو. قال: أي شيء دعاك للإسلام وقد عرضته عليك أفأبيت؟ فذكر له قصته مع الإسلام لتكون عبرة وعظة لكل من أراد أن تطال يده كتاب الله. قال يريد يعرض على المأمور قصة اختباره للأديان الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام. قال: كنت أحسن الخط فاشتريت، قال: كنت فمضيت فكتبت ثلاث نسخ من التوراة فزدت فيها ونقصت، فذهبت بها إلى البيعة فبعتها فاشتريت. يعني هذا اليهودي أخذ ثلاث نسخ من التوراة أنقلها وزاد وقص وحرف ما أراد أن يحرف، وذهب بها إلى معبد اليهود باعها واشتريت على أنها توراة. قال: وكتبت ثلاث نسخ من الإنجيل فذهبت بها فزدت فيها ونقصت، فذهبت بها إلى الكنيسة فبعتها فاشتريت. وكتبت ثلاث نسخ من القرآن فزدت فيها ونقصت، فذهبت بها وأدخلتها إلى الوراقين، ما جاء بها عند العلماء ولا أدخلها المسجد، ولكن ذهب بها عند الوراقين، فكلما تصفحوها قرأوا الزيادة والنقصان ورموا بها. يقول هذا المسلم الذي كان يهوديا: فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ فكان سبب إسلامي. يقول سيدنا يحيى بن أكتم: فلقيت في الحج سفيان بن عيينة فقصصت عليه القصة، فقال: ما تعجب من ذلك؟ فإن مصداق ذلك في كتاب الله. قال: أين في كتاب الله؟ قال: ألم يقل الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء؟ فإن الله عز وجل جعل حفظ التوراة والإنجيل إلى أهل الكتاب، فضيعوها وأضاعوها وحرفوها
لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل حفظ القرآن إلى بشر، إنما تكفل سبحانه وتعالى بحفظه من فوق سبع سماوات، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله محفوظ، فماذا عساهم يصنعون وماذا عساهم يفعلون؟ فإن صدور ملايين المسلمين من حفظة كتاب الله أوعية لكتاب الله، ولو أفنيت مصاحف الدنيا كلها لأملاها الحفظة حرفا حرفا وحركة حركة، ولما وجدنا فيها زيادة ولا نقصا. إن المسلمين قد اعتنوا بالمصحف الشريف ما لم يعتنوا بغيره، فلا حركة ولا زيادة ولا سكون إلا وهو محفوظ متوارث جيلا عن جيل. فما حفظ علماؤنا الكلمات فقط، بل حفظوا الرسم كما تلقوه، وحفظوا الحذف والإثبات في مواضع كتاب الله عز وجل ليتلقاه الخلف عن السلف والجيل عن الجيل أمانة. وعلماؤنا المغاربة فضلا عن غيرهم يحفظون الرسم كما يحفظون الكلمات، وعندهم في ذلك منظومات، ودول الإسلام كلها تطبع في كل سنة ملايين النسخ من المصحف الشريف حسب الروايات والقراءات. فماذا عساهم يصنعون؟ هل يستطيعون أن يعدموا كتاب الله؟ والله لا يستطيعون، فإن بيوت المسلمين كل بيوت المسلمين فيها كتب، فيها مصاحف، حتى الذي لا يحفظ يعود إلى كتاب الله في بيته ليقرأ فيه فينة بعد فينة. إن هواتف المسلمين اليوم كلها تحتوي على مصاحف مصورة إلكترونية نسخة على الأقل. إن مواقع الشبكة العنكبوتية فيها ما لا تستطيع أن تعده ولا أن تحصيه من المصاحف. فماذا عساك تفعل أيها العلج الحقير؟ إن هذا الصنيع ليذكرنا معاشر المسلمين بالحقد الدفين الذي يحمله الغرب الكافر على الإسلام والمسلمين، والذي يحمله اليهود والنصارى على الإسلام والمسلمين. ولئن كان هذا الفعل فعلا رمزيا فإنه يجلي ويعري درجة الكراهية والحقد والظلام التي يعيش فيها هؤلاء. ولئن تبنوه من يسمونهم باليمين المتطرف فإن غيرهم فقط يخفونه للمصلحة السياسية، وإلا فقد قال ربنا سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن أسلافهم من المشركين كانوا يشوشون على كتاب الله ويمنعون أنفسهم من سماعه حذرا من أن يتأثروا به، لأنهم كانوا يعلمون أن من استمع إلى كتاب الله صادقا وفتح له قلبه مخلصا فإنه لا ينصرف من مجلسه ومقامه حتى يأخذ القرآن بتلاذيب قلبه ويتملك شغاف قلبه وفؤاده، ويخالط الإيمان قلبه فينصرف إن أراد الله به خيرا إلى الإسلام. قال تعالى وقال الذين كفروا
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تحسبوا صنيعهم معاشر المسلمين شرا لنا ولكم، بل هو خير لنا ولأمة الإسلام جميعها. فإن فعل هذا الحقير ومن سبقه من السويديين والدنماركيين وغيرهم سيدفع فئام الناس إلى البحث عن هذا القرآن وترجمات معانيه ليقرأوه، فإذا قرأوه كان بإذن الله دافعا لهم ومحفزا لهم على الدخول في الإسلام، لينقلب السحر على الساحر كما حصل في زمان موسى عليه السلام حين قرر فرعون أن يفضح موسى على مرأى ومسمع من الناس، فقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فاجتمع الناس يريدون أن يروا ما سيحل بسيدنا موسى من الفضيحة، فقال الله معزيا ومثبتا لسيدنا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى، وأمره أن يلقي ما في يده فألقى ما في يمينه فتلقفت ما صنعوا فسجد. فآمن السحرة الذين كان فرعون يعول عليهم وعلى حنكتهم وعلى حذاقتهم، آمنوا وسجدوا وآمن الناس فانقلب السحر على الساحر. اعلموا معاشر المؤمنين أنه ما من خطة تحاك ضد الإسلام والمسلمين إلا ويكون ثمرتها خدمة للإسلام وإشهار للإسلام ونصر للإسلام وإعلاء لكلمة الإسلام. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الغرب يا عباد الله لن يحترم كتابنا ما لم نحترمه نحن المسلمون، ولا وما لم نعظمه نحن المسلمون، وما لم نرفع رؤوسنا بأحكامه قبل أن نرفعها بألفاظه وآياته. أقول ما تسمعون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، فاذكروا الله يذكركم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. معاشر المؤمنين، ماذا عساهم يصنعون؟ فإن كتاب الله باق حتى تقوم الساعة، سيبقى كتاب الله حتى ينزل سيدنا عيسى في آخر الزمان في علامة من علامات الساعة الكبرى، فيقتل الخنزير إمعانا في الدلالة على تحريمه، ويكسر الصليب بيانا لفريته وكذبه ووثنيته وعبادة النصارى له من دون الله، ويحكم المسلمين بكتاب الله عز وجل لا بالإنجيل، لأن كتاب الله القرآن الكريم ناسخ للكتب السابقة ومهيمن عليها، وشريعة الإسلام ناسخة للشرائع السابقة ومهيمنة عليها. عباد الله، إن عمدهم إلى إحراق كتاب الله هو علامة ودليل على عجز المنظومات المعادية للإسلام
عن مواجهة هذا القرآن. نعم، لقد أثبتت المنظومة الغربية الفكرية وأثبتت المنظومة الاستشراقية رغم كل محاولاتها، وأثبتت المنظومة التغريبية في بلاد المسلمين، وأثبتت المنظومة العقلانية، أثبتت كل هذه المنظومات عجزها عن مواجهة هذا القرآن في ميدان الحجاج العلمي وحلبة الصراع الدليلي. عجزوا عن أن يقضوا عن هذا على هذا القرآن، عجزوا عن أن يفصلوا هذه الأمة رغم تأهقلها واندحارها ورغم بعدها عن دينها، عجزوا عن أن يفصلوها عن كتاب ربها. المسلمون مع تفريطهم ما زالوا يحرصون على تعليم أبنائهم كتاب الله، وهذا أعظم ما ينتصر به لكتاب الله. والمسلمون ما زالوا حين تهدي للواحد منهم مصحفا يستشعر أنك عظمته أي تعظيم وقدرته أي تقدير، أن أقدمت له كتاب الله هدية. لا يستطيعون، لا يستطيعون، فقد عجزوا، عجزوا عن أن يثبتوا خطأ واحدا نحويا صرفيا بلاغيا علميا تاريخيا في كتاب الله. لقد جيشوا جيوشا من المستشرقين من الغربيين، جاءوا لبلاد المسلمين وتعلموا العربية وتعلموا العلوم الشرعية، تعلموا القرآن وعلومه والسنة وعلومها والفقه وأحكامه والفقه على المذاهب كلها والمدارس الإسلامية المنحرف منها والمستقيم، الصوفية والسلفية ويعني الشيعة وكل المذاهب البهائية وغيرها، فأرادوا أن يحاربوا الإسلام من داخله والقرآن منه. والله عجز. واقرأوا ما نشر من الدراسات المنتقدة للمدارس الاستشراقية وعجزهم عن محاربة كتاب الله. عباد الله، إن أعظم من إحراق المصحف ما يقوم به بين بعض أبناء المسلمين من بني جلدتنا من الحرب على أحكامه والحرب على معانيه وتأويله التأويل المعتسف، والحرب على ما تبقى من حاكميته في بلاد المسلمين. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان، قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن، حينما يحرف القرآن وتحرف أحكامه كما يحصل اليوم، حين يزعم أن الحجاب ليس واجب ليا لأعناق النصوص وتحريفا لها وإخراجا لها عن سياقها، وحين يزعم أن الخمر لم تحرم تحريفا للنصوص، وحين تستهدف منظومة الإرث في الإسلام فيقال: ينبغي في هذا الزمان أن نسوي بين الذكر والأنثى، ويأتون بمسوغات وأدلة واهية، منها أن ذلك هذا القرآن كان صالحا لذلك الزمان، وأنه بتجاوز التاريخ لعصره، فإنه ينبغي أن نبحث عما يناسب هذا العصر. وهذا الذي يسميه أصحاب المدرسة العلمانية في دول الإسلام بتاريخانية النص، أي أن القرآن حق وصدق وقد كان صالحا لذلك الزمان وتلك البيئة،
وهو غير صالح لزماننا. وهذا قاله ونشره من ينسبون للفكر الإسلامي في بلاد المسلمين دون أن أذكر أسماءهم. والله عز وجل حافظ كتابه وحافظ دينه حتى يأتي أمر الله. اللهم رد بالمسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد بالمسلمين إلى كتابك مردا جميلا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أمير المؤمنين محمد السادس اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. أقر اللهم عينه بولي عهده وبصنوه وبسائر أفراد أسرته وشعبه. اللهم فرج هم كل ذي هم، ونفس كرب كل ذي كرب، اقض دين كل مدين مسلم، اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم رد بشبابنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك الكريم. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.